محمد جلال عبد القوي من الكتاب اللي اهتموا جدا بالتوعية عموما ضد الفساد او بتوصيل الرسائل دي في اعماله الدرامية عموما. هنا لما يتقابل مع مخرج زي وائل عبد الله في بداية مشواره كمخرج، هنا كان في خلطة حلوة قوي او مزج حلو قوي بين كاتب مخضرم خبرة كبيرة وبين مخرج شاب دارس واعد بيقدم عمل لأول مرة مع نجمة مخضرمة كبيرة مع بطل زي مصطفى فهمي مخضرم كبير. فالخلطة دي الحقيقة هي تحدي عند أي مخرج، وخصوصا لما يكون ده العمل الأول. فكرة كمان انه انك تختار كمخرج وككاتب في موضوع صعب زي ده، انك تختار انك تقدمه من خلال شخصية مرأة وليس الرجل، ان البطلة بتاعت هذا الموضوع القضية الضخمة دي هنقدمها او هنحكيها من خلال امرأة. دي كانت بطولة تانية برضو منهم، لانه انا هنا بجمع بين حاجتين مهمين قوي. القضية الاساسية عندي هي الفساد ومقاومته، شيء عظيم جدا. الثانية والمهمة فكرة انه اللي يقاوم ده هي المرأة. فده دور كان الحقيقة كلنا محتاجينه، او في عالمنا العربي كان لا يزال. يمكن النهاردة المرأة قدرت تاخد مكانها، قدرت تحقق ما تستحقه على مستوى المهني وعلى مستوى التشريعي والقوانين، ولكن وقت ما تعمل المسلسل لا، كنا لسه محتاجين انه المرأة تاخد حقها اكتر، انه المرأة تبقى نموذج ايجابي جدا، ارهاصة. يعني اقدر اقول انه المسلسل كان من الارهاصات اللي مهدت الطريق لانه المجتمع يبقى عنده وعي كافي ضد الفساد من ناحية، وان المجتمع يبقى عنده وعي كافي بدور وبأهمية المرأة العاملة المتعلمة اللي قادرة على كسب مساحات مهنية مهمة جدا جدا في مجتمعنا. وفكرة المساواة اللي فضلت عصور كتير نتكلم فيها إلى أن وصلنا لها النهاردة، لا كان عليها تركيز مهم وكان عليها اهتمام مهم جدا في مسلسل حياة الجوهر.